تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2018. هذا نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه ليسرنا كثيرا أن نعبر لجلالتكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة، والتي عقدت تحت رعايتكم الكريمة وبحضور نخبة رفيعة من الشخصيات المدنية والعسكرية من مختلف أنحاء العالم. إن هذا النجاح المرموق لفعاليات المعرض ليضيف لبنة جديدة في صرح الإنجازات العديدة التي يحققها بلدنا الغالي في ظل رؤية جلالتكم الحكيمة وسعيكم الدؤوب لتحقيق كل ما فيه الخير والتقدم والازدهار للوطن والمواطن. كما ويطيب لنا في هذه المناسبة الإعراب عن خالص الاعتزاز بقيادتكم الحكيمة، دعينا المولى عز وجل أن يحفظكم عزا وفخرا لوطنكم وشعبكم الوفي المحب لجلالتكم، والله يحفظكم ويسدد على الدوام خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء.